متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. يوم الاثنين لا تزال مناطق جنوب غرب المملكة تحت حالة من عدم الاستقرار الجوي تهطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار، أما باقي مناطق المملكة تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. نستعرض إياكم تفاصيل هذه النشرة من خلال صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي توضح وجود غيوم كثيفة في مناطق جنوب غرب المملكة تحديدا. أما الآن نستعرض إياكم خرائط توزيع هطول الأمطار، إذ نلاحظ من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء وجود كميات من الأمطار، هي زخات رعدية في مناطق جنوب غرب المملكة. يوم الاثنين ليلا تخف وطأة هذه الأمطار فجر يوم الثلاثاء، إلى أن تعود مجددا عصر يوم الثلاثاء ومساء يوم الثلاثاء، على أن تخف وطأتها يوم الأربعاء بإذن الله. أما الآن دعونا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. فترة السحور 23 مئوية، أجواء صافية، نسبة الرطوبة 9% وسرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لثلاث أيام القادمين بإذن الله في العاصمة الرياض. يوم الثلاثاء 36 نهارا 23 ليلا، يوم الأربعاء أجواء صافية 38 نهارا 25 ليلا، ويوم الخميس بين 39 نهارا و27 درجة مئوية بتسجلها ليلا وأجواء صافية بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. إلى اللقاء.